وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد طلال حسن عبد الوهاب المكلف بتسيير أعمال شعبة التفتيش بمديرية شرطة مطار البحرين الدولي. مساء الخير الرائد طلال، بداية نبارك لكم حصولكم على هذه الجائزة، ولو تطلعنا على أبرز الجهود التي أهلتكم للحصول عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نؤكد اعتزازنا سعادتنا بهذا الإنجاز اللي نعتبره نتيجة إحدى ثمار استراتيجية التطوير للنهوض بمستوى العمل الأمني اللي تبناها سيدي معالي وزير الداخلية، واللي تحظى طبعا بمتابعة مستمرة من قبل سيدي سعادة الرئيس الأمن العام، وهي انعكاس جهود القائمين على التفتيش المستمرة وسعينا الدائم للارتقاء في جودة خدماتنا الأمنية من خلال التدقيقات الداخلية بشكل مستمر ودائم. طبعا سعت المديرية على اقتناء أفضل التكنولوجيا الحديثة اللي تعزز الأمن بالمطار، بالإضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة لضمان تسهيل حركة المسافرين بالمطار، وهذه غايتنا، حيث تم توفير أحدث الأجهزة في مجال التفتيش الأمني واللي تمتاز بالجودة العالية والسرعة في الكشف عن المواد الممنوعة والمحظورة، مثل جهاز كاشف المتفجرات، مثل جهاز كاشف البدن، وجهاز الكشف عن السوائل. وطبعا الجدير بالذكر فإن أجهزة التفتيش الحديثة بالمطار توفر الجهد والوقت على المسافر، لما لها من مميزات وتكنولوجيا مثل عدم الحاجة إلى إخراج أجهزة اللابتوب من الحقائب، وأيضا السماح بحمل السوائل أثناء المغادرة. بالطبع كل هذه الأمور تم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لابد أن يرافق ذلك تدريب تأهيل القائمين على التفتيش من خلال البرامج والأنظمة المعمول بها، حيث تم تخصيص برامج تدريبية نظرية وعملية للقائمين على التفتيش حتى يستطيعون أنهم يستخدمون هذه الأجهزة المتطورة. نعم الرائد طلال، ما هي أبرز المهام المنوطة بمديرية شرطة المطار بشكل عام؟ طبعا أبرز المهام المنوطة بمديرية شرطة مطار البحرين الدولي اللي هي تفتيش المسافرين وحقائبهم اليدوية، وتفتيش المسافرين العابرين ترانزيت، تفتيش حقائب العفش المرسلة إلى مستودع الطائرة، عندنا إصدار التصاريح، تلقي البلاغات المسافرين والمواطنين ومساعدتهم، تأكد من تصاريح الموظفين، وتفتيش المركبات الداخلة إلى ساحة المطار، عندنا متابعة ومراقبة مبنى المطار من الداخل ومن الخارج من خلال غرفتي العمليات والمراقبة، التواصل وتقديم المساعدات للإدارات الأمنية العاملة بوزارة الداخلية، التنسيق مع الجهات العاملة بالمطار، وعندنا تسهيل الحركة المرورية داخل النطاق الجغرافي لمبنى مطار البحرين الدولي. نعم الرائد طلال حسن عبد الوهاب المكلف بتيسير أعمال شعبة التفتيش بمديرية شرطة مطار البحرين الدولي، شكرا جزيلا لك.